بطولات وتضحيات رجال الشرطة لا تنسى، خصوصا انهم بيخاطروا بأرواحهم عشان امن البلد وامن كل مصري. واكيد كلنا شفنا المجهود الكبير اللي قدموه في مواجهة الارهاب واستعادة الامن والاستقرار مرة اخرى. طبعا تفاصيل اكتر عن بطولات رجال الشرطة في القضاء على الارهاب معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. يا استاذ محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك. لو في البداية نتكلم عن تضحيات رجال الشرطة اللي ما فيش شك هي تضحيات كبيره جدا ومحفوره في اذهان كل المصريين، لو نتعرف من حضرتك على ابرز هذه التضحيات وكمان دور الوزاره مع اهالي الشهداء. يعني احنا بنحتفل النهارده بالعيد رقم 72، عيد الشرطه، وده تخليد لمعركه الاسماعيليه الشهيره اللي وقعت 25 يناير سنه 52، لما المحتل الانجليزي حاول انه يقتحم مبنى محافظه الاسماعيليه. الشرطه يعني تصدوا لي بقوه وبساله، وكانت في جمله يمكن كثيره للمقدم مصطفى رفعت الضابط الشهير وقتها، لما قال الجنرال سام قال له انتوا مش هتستلموا من المحافظه الا جثثنا، وفعلا استبشر رجال الشرطه في الدفاع عن مبنى المحافظه لدرجه ان جثث الشهداء وهي خارجه من مبنى المحافظه الجنرال الانجليزي اعجب بسهاله وقوه يعني حب هؤلاء الابطال لبلدهم، فامر الجنود انهم يدوهم التحيه العسكريه. قال يعني عباره يعني فيما معناها باللغه العربيه المصريه الدارجه، يا بخت بلدكم بيكم وقت وطنكم بيكم انكم انتوا قد ايه دفعتوا عن بلدكم. رغم مرور 72 سنه على هذه المعركة الخالدة وسقوط الشهداء، إلا أن التضحيات والفداء مستمرة على مدار 72 سنة. بنشوف ما بين الوقت والآخر شهداء بيضحوا بحياتهم ويقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، ونشوف وزارة الداخلية بتخوض بالمعنى الحرفي حرب وجود عشان تخلق حالة من الأمن والأمان اللي احنا بنعيشها حاليا، وعشان تبقى بلدنا آمنة مطمئنة. كمان وزاره الداخليه مهتمه جدا باسر الشهداء، مخصصه يعني اداره العلاقات الانسانيه في قطاع الاعلام في وزاره الداخليه. هذه الاداره بتتابع اسر الشهداء واحوالهم وابنائهم، وانتوا عارفين مصر يعني كلمه السيد الرئيس دايما مصر لا تنسى ابنائها، خاصه اذا كانوا ابطال وشهداء مثل شهداء الشرطه اللي ضحوا بارواحهم من اجلنا جميعا. يعني أستاذ محمود، أنا الحقيقة يعني سعيدة أن حضرتك يمكن حكيت كمان للسادة المشاهدين القصة وراء الاحتفال بعيد الشرطة. طبعا نتكلم في 72 سنة، لكن وإحنا بنتكلم عن تضحيات رجال الشرطة أكيد في قصص كتير جدا، يمكن دي اللي نعرفها، لكن وما خفي كان أعظم كمان، يمكن تضحيات أكبر بكتير ممكن لسه ما نكونش عرفناها. لكن لما حضرتك بنتكلم عن تضحيات رجال الشرطة، أكتر قصة بتيجي في بال حضرتك إيه؟ بس والله زي ما قلت لحضرتك قصص كتيرة جدا، منها القصص المعروفة للعوام ومنها بعض القصص اللي غير معروفة، لكن معظمها قصص مثيرة وقصص يعني عليها طابع وطني. عندنا مجموعة من الشهداء حتى اللي استشهدوا مؤخرا، قد إيه لما إحنا قعدنا مع أسرهم واتكلمنا عن تفاصيل حياتهم وتفصيل استشهادهم، فكرة إن الناس تتمنى الشهادة وإنها تكتب أنا عايز الشهادة وإنهم يتسابقوا لنيل هذه الشهادة، هي فكرة سامية. فكرة الشهيد مصطفى الخطيب الذي استشهد في كرداس، هو كان يعني محبوبا في منطقه كرداسه، وان لما حصل الهجوم والارهابيين يعني ويتفاوضوا معاه ان هم يعني يستدرجوه الى المسجد بزعم انهم يقعدوا معاه، وما ان دخل المسجد الا انه يعني اختلوه داخل المسجد برصاصه غدر. قصه الشهيد ضياء فتوح اللي كان بيبطل قنابل في محيط اسم الطلبيه، وبعد كده قنبله انفجرت فيه وارتخت روحه للسماء، والدته بتمشي في جنازته وبتزغرط، لما بنسالها بالزغرات ليه بتقول يعني انا بزفه للجنه وانا فرحانه، وتجمع مقتنياته منذ ميلاده حتى استشهاده، وتحول شقته لمتحف يضم كل مقتنياته، وهي قصص بطوله وقصص فداء وقصص عظيمه. هؤلاء الاسر دايما بيتحدثوا بفكره الفخر وان احنا اولادنا يعني قدمناهم لهذا الوطن،
كمان يعني ابنائهم بيستكملوا المسيره، بنشوف ابناء شهداء حريصين على انهم يدخلوا كليه الشرطه، الناس دي مش خايفه، احنا قدمنا واحد واثنين وثلاثه ومستعدين احنا كمان كاسر نلبس البدله الميري سواء بدله الشرطه او الجيش، وكلنا في معسكر الوطن، كلنا في فندق واحد للدفاع عن هذا الوطن، علشان نشوف الانجازات والمشروعات والحدثات العظيمه اللي مصر بتشهدها الان، لولا دماء الشهداء ما كانت هذه الانجازات. وحضرتك كصحفي متخصص في الحوادث يا استاذ محمود، اكيد بيكون عندك رصد ومتابعه مستمره لمعدل الجريمه، معدل العمليات الارهابيه. بالفعل يعني احنا عندنا لو تكلمنا بلغه الارقام، احنا يعني هذا العام تحديدا خلال 2023 بنتكلم في 12 شهر قدرت الاجهزه الامنيه انها تحبط 149 جريمه ارهابيه، وهو رقم كبير جدا ينم على ان عيوننا الساهره او العيون الساهره كانت دايما يقظه، كانت دايما بترصد هذه العمليات الارهابيه. احنا شفنا العمليات الارهابيه تعهد التفجيرات والقتل والاستنزاف اختفت تماما من المشهد، اختفت بفضل اجهزه المعلومات، جهاز الامن الوطني والاجهزه المعلوماتيه في وزاره الداخليه اللي بتقدر ترصد هذه العمليات وتتعامل معها وتوجه ما يعرف بالضربات الاستباقيه. هذه الضربات الاستباقيه وهذه العمليات الناجحه هي اللي خلقت حاله من الامن والامان اللي احنا بنلحظها الان، وبنقدر نمشي على مدار ال 24 ساعه في شوارعنا في حاله من الامن والامان. مش الجريمه السياسيه والارهابيه فقط ولكن الجريمه الجنائيه، احنا بنشوف قطاع الامن العام كمان بيوجه الضربات المتتاليه للبؤر الاجراميه وبيقتحمها وبيخوض حرب وجود حقيقيه ضد مكافحه المخدرات. واحنا شفنا هذا العام وفقا لتقديرات وزاره الداخليه ان نسبه الجريمه الجنائيه تراجعت بنسبه 13.9، وهو رقم كبير جدا ينم على ارتفاع معدلات الضبط وعلى اليقظه الامنيه وعلى ان الشارع بدا يعود للهدوء تدريجيا بضبط الخارجين عن القانون وضبط الاسلحه خاصه الاسلحه غير المرخصه واستعاده كافه الهاربين من السجون في احداث 2011. استاذ محمود، شايف ازاي خوض رجال الشرطه انبل واشرف معركه ضد قوى الشر والظلام والارهاب، وازاي قدروا ان هم يواجهوا بكل بساله خلال السنين اللي فاتت موجات من المؤامره الارهابيه والمأجورين ضد البلد؟ ده سؤال مهم جدا، ان احنا اذا كانت الشرطه المصريه قبل 72 سنه من الان خاضت معركه هي معركه تقليديه، كان العدو فيها ظاهر، كان العدو بدبابات وبحشوده امام محافظه الاسماعيليه كان ظاهر وكان واضح، لكن الحرب الان هي حرب اشرس وحرب اخر عدو متخفي، حرب ضد عدو احيانا بيكون يجلس على الكيبورد خارج حدود الدوله او متخفي في مكان ما، حرب الشائعات وحرب كانت حرب صعبه جدا، ولكن الاجهزه الامنيه والوعي المصريين والدوله المصريه قدرت تخلق حاله من الوعي اللي قدروا يتفهموا ده وقدروا يكونوا كتف جنب الاجهزه الامنيه اللي قدرت الفتره اللي فاتت انها يعني تقضي على هذه الحروب المتسمى بحروب الجيل الرابع والخامس وما الى غير ذلك، والحمد لله انتصرت مصر، وها هي مصر الان تعيش يعني اسهى عصور الامن والامان، ونشوف السياح والمصريين نفسهم بيتحركوا بانسيابيه داخل بلادنا، ونشوف معدلات الجريمه بتنخفض بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ. كل شكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع.